بونجور اي بيانفوني سور فوتر شين يوتيوب تربويات مع الاستاذ محمد البخاري. مرحبا بكم اعزائي الكرام، اعزائي الكريمات، فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الاستاذ محمد البخاري. دائما في اطار فروق المراقبه المستمره، المرحله الثانيه، المستوى الخامس ابتدائي، الدوره الاولى، الموسم الدراسي 2021-2022. اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم لاكتيفيتي دو ليكسيك، اللغه الفرنسيه، مستوى الخامس ابتدائي. اذا اللي باقي ما تفرجش في الفروض اللي ديجا درتهم في القناه، يدخل القناه غادي يلقى في الديسكريبسيون بزاف ديال الفروض، غادي يدخل ليهم، غادي يتفرج بتمعن ان شاء الله، غادي يفهم وغادي يوجد مزيان الفروض ديالو اللي غادي يديرهم في القسم، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله. اذا على بركه الله نبداو الفرض ديالنا ديال الليكسيك. عندنا هنايا 4 كاستيون سون تري سامبل، سويف افيك موا. دونك لا بروميير كاستيون كومبليت لي فراز سي دي سو avec les mots suivants. غادي شنو غادي نديرو؟ غادي نكملو هاد لي فراز هادو، هاد الجمل اللي عندي هنايا، ياك غادي نكملهم بهاد الكلمات هادو: respect, protection, soin, education. هاد الدرس هذا فين داخل؟ داخل في الليكسيك تيماتيك ديالاش، ديال لي دووا اي دووار، صافي ديال الوحده الثانيه. دونك لونفون اون سيتوياسيون دو هانديكاب ا دووا ا دي سبيسيو، يعني الطفل في الوضعيه ديال الاعاقه عنده الحق يكون عنده شنو، يكون عنده، يكون عنده رعايه خاصه. دونك سوان، سوان سبيسيو، صافي سوان سبيسيو، داكوغ. كوم لي زادولت لي زونفون اون اوسي لو دوفوار دو دو لا لوا، يعني بحال الناس الراشدين الاطفال حتى هما عندهم ولا من واجبهم ياك يكون عندهم يعني يحترموا القانون. ريسبي du loi, d'accord, respect du loi. Les est l'un des droits de l'enfant. Chi haja est l'un des droits de l'enfant. L'éducation, l'éducation, li hiya at-tarbiya wa at-ta'lim. Yani at-ta'lim, haqq at-ta'lim. Mazyan, l'éducation est l'un des droits de l'enfant. Hiya wahda men al-huquq dial at-tifl. On doit toutes et tous veiller à la chi haja de l'environnement. Yani men wajbna hna kamlin annana nra'iw, chno nra'iw, يعني لا بروتيكسيون دو لونفيرونمون، خصنا حنا كاملين نبروتيجيو البيئه ديالنا، صافي نحافظوا على البيئه ديالنا. بروتيكسيون، داكوغ، بروتيكسيون. دابا نقراو هاد لي فراز من بعد ما عمرناهم. لونفون اون سيتوياسيون دو هانديكاب ا دووا ا دي سوان سبيسيو كوم لي زادولت لي زونفون اون اوسي لو دوفوار دو ريسبي دو لا لوا ليدوكاسيون اي لان دي دووا دو لونفون اون دووا توت اي توس فيي ا لا بروتيكسيون دو لونفيرونمون. Passons à la deuxième question, suivez avec moi. Deuxième question, barre la classe grammaticale, entoure les exemples et encadre les sens du mot dans l'article de dictionnaire suivante. Donc, on a l'article de dictionnaire, je vais donner un dictionnaire. Il y a la classe grammaticale, il y a des adjectifs, ou un nom féminin, ou un nom masculin, ou l'adverbe, etc. etc. ياك وعندنا كاين لي زيكزومبل يعني الامثله، وكاين كذلك المعاني ديال هاد الكلمه، صافي. دونك الكلمه اللي عندنا هنا هي دغول، ادجكتيف، التعريف الاول كيف في غير، التعريف الثاني انورمال ايتون، التعريف الثالث فاميليي، داكوغ. بور لي زيكزومبل سو فيلم اي تري دغول، جي اونتوندو ان دغول دو بروي، ايل ا في دو دغول دو بروغري، داكوغ. دونك هنا اول شيء غنبداو هاد لا كيسيون، هذا فيه 3 بارتي، صافي. بار لا كلاس غراماتيكال، يعني غنشطبو على لا كلاس غراماتيكال، ياك غنشطب على لا كلاس غراماتيكال، هي شطبت عليها، ادجيكتيف على لا كلاس غراماتيكال. شنو غندير؟ اونتور لي زيكزومبل، غندور على الامثله. لي زيكزومبل هما هادو: سو فيلم اي تري درول، ها ليكزومبل الاول، جي اونتوندو ان درول دو بروي، ليكزومبل الثاني، وهنايا ايلا في دو درول دو بروغري، هذا ليكزومبل الثالث، صافي. وبالنسبه للمعاني اش غادي ندير لهم؟ ان اون كادري، استادير غادي ندير واحد الكادر بالنسبه للمعاني. دونك المعاني عندي ثلاثة، هذا المعنى الاول، بالنسبه للمعنى الثاني ها هو داخل فيه حتى هذا، وهنا المعنى الثالث فاميلي، دونك هادي لارتيكل دو ديكسيونير، عرفنا المكونات ديالها كاملين. عندنا لا كلاس غراماتيكال ادجكتيف،
عندنا لي زيكزومبل هما سي فيلم اي تري درول جي اونتوندو ان درول دو بروي اي لا في دو درول دو بروغري، وعندنا عاوتاني ليسونس كي في رير انورمال اي ايتونون اي فاميلي. صافي سي بيان 22 كيسيون 3 سويف افيك موا. كيسيون 3 شنو عندنا؟ جيكري لا سينيفيكاسيون دو شاك ابريفياسيون، دونك هادو هما لي ابريفياسيون اللي كيكونوا من بعد الكلمه في الديكسيونير، غادي نعرفوا شنو كيعنيو هاد لي ابريفياسيون. صافي اس ايغريك ان ان بوان ام في بوان ان بوان اف ا دي جي بوان كونتر او بيان سي او ان تي ار بوان. دونك سي هادي كتعني سينونيم، يعني المرادف، سينونيم صافي المرادف. هادي كتعني ان ام ستادير نو فيمي نو ماسكولين، ماسكولين يعني اسم مذكر. في كتعني فيرب. ان بوان اف ستادير نو فيمينان. ADG c'est-à-dire adjectif. Et CONTR c'est contraire, c'est-à-dire ضد. ضد يعني ضد الكلمة. صافي دونك احنا عرفنا لا سينيفيكاسيون ديال كل ابريفياسيون. ندوزو لكيستيون 4 لا ديرنيير كيستيون. دونك ici il y en a mais en ordre les mots suivants. هاد لي مو هادو غادي نحاول نرتبهم سولون لورد الفابيتيك، يعني حسب الترتيب الابجدي ديال اللغه الفرنسيه. ici لونا سيتويان سوليداريتي ريسبي دووار دروا ا بي سي سي. دونك سيتويان هي الاولى طبيعة الحال. غادي كنلاحظوا اول حرف هكا سي اس ار دي او دي. دونك سيتويان غتمشي لي شايبقى solidarité respect devoir droit. دونك A B C D عندي D ولكن بجوج بهم عندهم D. من طبيعة الحال غندوزو للحرف اللي موراه، هنا عندي E هنا عندي R دونك E كتسبق. دونك devoir devoir ومن موراها droit ياك droit. ها هي بقات ليا solidarité et respect A B C D E F G H I J K L M N O P كيلون R R عاد S. دونك respect ومن موراها سوليداريتي سوليداريتي داكوغ. وكنكونو رتبناهم سيتويان دوفوار دووا ريسبي سوليداريتي. وبهذا غادي نكون كملت هاد لا فيديو ديال اليوم اللي كان كيخص لاكتيفيتي دو ليكسيك بور لو نيفو 5 اني دو لونسينيمون بريمير. كنتمنى انكم تزيدوا الدعم القناه التربويه مع الاستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقاو يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كان معكم الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.